الحلوة البلدية. صافي دابا اختي غنقل المشروع هائل. انا راضيه عليه. نجيبو لالا الحويدي كاع طاب ليا. انا راضيه عليه. السلام عليكم مشاهدين ديالنا، نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. المهم كما شفتوا اليوم انا من معكم واحد الحلوى، غنعدل الحلوى لولادي وانا من معكم فيديو في نفس الوقت وغنشارك معكم. نتمنى من الله تعجبكم واحد الحلوى. هالطاسه هذه اختي غنخرج منها شي ثلاثه الشكالات الاقتصاد. هالطاسه هذه غنخرج منها ثلاثه د الشكالات ديال الحلوى ويكونوا مناسبين وفي متناول الجميع، والعيال يجيو لاندور شي نقي تماما غير واحد الشكل غنخرج منهم ان شاء الله ثلاثة هاد الأشكال، وهي واحد العجينة إن شاء الله. تبعوني حتى لاخر، الله يتبعكم الخير يا ربي يا حبيب، والله يوفق الجميع واللي كيدعي معايا كتب لي كومنتار، الله يوفقه في حياته يا ربي، الله يرزق أي وحدة ذرية صالحة ويرزقكم من حيث لا تحتسبون. أييه رزقنا ورزق جميع المسلمين، وشكرا للناس اللي صحوا لديك الآية هذه في الفيديو السابق، شكرا لهم بزاف. من الاخطاء نتعلم، شكرا لكم. بين عمر بعد اشراف الى البير هالعام الى صبار معنا تبارك الله. انت تمشي تماما انا قلت اشراف لا تركز ديالنا واجي دار من تبي. السلام عليكم شيدين ديالنا، كيف انتم؟ لاباس عليكم؟ نهار منقي والحلوى المولود ماجي. تبدي شراب عبدو خراني شراب. الله يسرفك من حوض النبي. بسم الله الحمد لله. السلام عليكم متابعين ديالنا، لاباس عليكم؟ كلشي بخير، نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. تحية للمغاربة ديالنا والحباب ديالنا كاملين اللي كيشجعونا، وخليكم مع الفيديو مع سلمى. غنحط طاسة الزبدة هنايا، هاهي كاملة. ها الزبدة هادي ساهلة صراحة الخدمة بها. عندي هنا السكر كلاصي، واخا ما يكونش سكر كلاصي سكر حبيبات ماشي مشكل. المهم انا عندي في الدار بغيت نعمل سكر كلاصي، نحطه هنايا نجيب هذا السكر الفانيلا جوج، عاد الجوج هنايا باش يعطيني النسمه مزيان. غنخلط ها السكر في الزبده. بسم الله شتو داغي كذا نخدم. نتوما يكون الزبده عندي ليك عندكم في الدار ماشي مشكل، الزبده اخرى مزيان. شنو هذيك الساعه الخدمه وصافي. عبدو جاب مفطرو بها كيبنا هنايا ثلاثه البيضه زلايف صغارين مش زلايف كبارين، زلافه الزيت خماره 8 غرام. هذه شحال اخرى فيها 18 غرام، شحال فيها؟ هذه فيها 8 هي. حساب الخالق حنا ما نشوفوش شحال هادي. شحال يكون عندك تمجاول كيلو؟ دابا هي طاسه الزبده الخالق يرجع راطو فيه. دابا زاد الناس كيسقيو سقسيوك على الطحين، كل ما الطحين كل ما قللتي المقادير كل ما قللتي الطحين، كل ما زاديتي في المقادير كل ما زاديتي في المقادير. بغيتي تلقي الكميه كبيره خصك تزيد في المقادير. ايوا هانتوما الشيف. المهم انا بغيت نوضح شويه ونشرح للناس شويه. بالنسبه للناس اللي كيسولوني ان شاء الله يا ربي غادي نحط لكم الفيديو ان شاء الله خاص بالاسئله، اللي عنده شي سؤال حطوه دابا. اه خاص فيديو خاص غنجاوبكم على الاسئله ديالكم، اسئله متنوعه. ماذا منطقه واقي باريان عقبر وما جين دار. عرفتي امبارح يقول لي دغيا قلنا الحلوى دغيا عطب لي هذه مزيانه عايفه نلقيها على حجره الجبر السهول باش يلعون. دابا خوتي غنعمل الحلوى ديال البوق، هذا كيقولوا له البوق الحلوى. هذه الحلوى هذه كتجيب البوق. انا نشوف اول مره شراه لي، يلا شراه لي البارح نشوف تبع يكون مزيان. بسم الله
حنا مزيان نغطيها بهالسلوفان. راهو دابا قل المتابعين تا كانوا هانعان قلهم هاكو شويه البنان هاكو شويه البنان هاتا قطع لهم على طريف طيله في الكاميرا هاك ها ها بسم الله راه حنايا واحد اليد عندنا مع العيال واحد اليد مع حلوى زوجي مريم تعاوني شوفوا اختي دابا هذا الشحيمات كيقطع مع الدهون 10 كيعطيو درهم كتجيبوها وكتزول قبيها مع الحلوى تنبق هي هذه انا دابا عامل مزيون هذا جابو عبدو يلا جابوا لي في يدو الساعه كنزوق من ديك الحلوى هذه القوم انا كنا كنقولوا له حلوى الكرموس واعره هذه يا واحد النوع تيدل شيد الحوت هو فكرو الشوكولاته راه كنا نقولوا له غلي غلي مابقاش هي هذاك كان الحوت والسكر فكلش كنا نقولوا سأرى لي السمك تاني السمك يلا زوقتني هاي غلي لوحي لوحي عند الطالب والطالب في الجامع صلى الله مولانا مولانا وصحابه في الجنة ينصابه تماريت وجه رسول الله الله إله نارينا الجنة يتوضى ويصلي تنمشي سكتم وانا منكمل صافي كتاب الله الغفور الرحيم الجبر هيدا وكان هبط هادي لذي الشي كان خليها عالية كان حنيها شي بزاف باش نهبطها هيدا غني على بيت الله هذا بيت الله يعطيني وحد البيضة ووقبيها لوحي لوحي عند الطالب والطالب في الجامع صلى الله مولانا مولانا وصحابه في الجنة ينصابه كما ريت شيرا ترر والله إلى حنينة في الجنة إن شاء الله يتوضى ويصلي ويقرا كتاب الله العزيز الحكيم الغفور الرحيم هاد صاب لي في هاد الزواق هذا اول مره صراحه نستعملها صيفطات لي مسكينه ديك المره عندها الزواق هذا وهذا وهذا دابا نجربوا هذا القلب بسم الله بسم الله عدلها فطحين باش ما تلصقش وزعما نقي الحلوى الطابع هذه الحلوى الطابع الطابع بتجيب قليب واعر عندي قليب واحد بسم الله يلا هاهي والله الا جات خطيره شفت عبدو حق سقطي لها الطحين حيت انا ما عجبنيش الحلوى قاصحه باش تجي فتيه طابع عندها مزيان ندور الله الله شك 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 ما عليك لا شي حيت على سلامة الدكتورة ها الدكتورة السلامة أنت دكتور أنا جيت نقرا كنت أقرا وأقرا لي دكتورة إن شاء الله عرفتي شي نقرا قلت لك الحلوة عمل واحد التحية للمتابعين الحلوة بالحوسن هداية فايدة عمل متاحية المتابعين كان لك سيدين من أقول وخلا خي أحسن أحوى قبجي مولاك وشاكا مانا قناة في تطولو فاين في اليوتيوب هاي تا هاي أنا لكم الحلوة تو يماكم يا ضحرت هنايا أضحرت بالهذي أضحرت بالبغلة والبقرة البقرة وقيرة صغيرتات البغلة وقيرة وقيتكم القلب وقيتكم الزواقة باللؤلؤ ها النهار شحال جبت هدايا؟ هدايا هدايا شحال جبت النهار؟ شحال جبت؟ جبت 13 قصة؟ لا واحدة هذيك نخلي وهم في القش شنو هي؟ نخلي روحي الكتوبة في القش شنو الكتوبة ديال الكتاب؟ ديال الكتاب؟ الكتوبة؟ ها
ياكلين هاد الكوبيهات شنو هي؟ رياضيه. شنو مريم راه فين؟ رياضيات وحده هذاك اللي عنده. ها هي مريم ها هذاك اللي عنده دشه. صافي المحفظه تقال عليك تشوف المحفظه مريم. تحيه المتابعين. هاي بس طمنا فيها الدجاج. هاي صدفات الحلوة. لا مريم تتحيا المتابعين. السلام عليكم مشاهدين ديالنا، كيف نتوما لاباس عليكم؟ ونجم لايك وبارطاجيو قبل ما تحطوا. واش نتوما التوام ولا لا؟ ماشي توام. برافو هاي تحصل. يلا مشي هز خوذه. مشي مشي واش بها؟ دابا جاوبي عاونوني شويه عليها. تنسى ليها الحلوة في الاشياء. شوف الصور. شوف الصور. يما غناقتنا الحلوة واعرة. عرقية ها عايشة. هذا الاختيار ديالي الحلوة، أنا قلت تبقيها لي. الحق. إذا نختار في التليفون. ما زدت قتلاتي، ما زدت قتلاتي. علاه؟ إيوا. شنو هذا؟ شنو أنت تقول هدايا على الحلوة؟ أنا نقول إيوا. لا الحلوة كيف جاتها؟ مزيونة. ها مزيونة، أنت قايستها مزيونة. الشكل ديالها كيف جا؟ الشكل ديالها مزيان. الشكل عايشة من راشا. كيف جات اختي هذه الحلوة الحفيرة معروفة. شنو الحفيرة؟ حلوة الحفيرة. حفيرة وكوفيتر، وبارك عليكم ديك الحلوة هذي تبان قومي. شنو هي قولها لي؟ هي أنا نساركم أخواتي في الطبق. في الحلوة شي شي شي. انتي بنتي والله لا جاتها. شنو هذا قيت الاحمر في الوسط منه؟ كوفيتر كوفيتر كوفيتر. انا شتيتها. انا شتيتها. يلاه سلمى اطلق راسك بقي لك الموسيقى على الفيديو. اجي قول لها هذه لقيت قول دابا شو الشكل بقي. هذيك طلعت في الكاروكي على الشكل ديالها. المهم يلاه جينا ما لقاوش. شكون هذا كوتيتا؟ اجي هيدا. يعطيك الصحة ودي السلامة على الغريبيات ها ها كل شيء. دير بالك. خصنا نبدا شي مشروع انا ونتيني. ان شاء الله يا ربي. مشروع هو عندك جوارية جدية. هذوك هما المشاريع ديالك. دخل هذا. وهدايا ومريم وزيد. المرأة. رابحة بزاف واحد السؤال ديما راه قال لك أنتم هنا علاش ما تلقيوش الكسيبة؟ إيوا ما يلقي الكسيبة شكون بيربي العبيات؟ ها؟ هي هذا الشغل ديال الدار وبعد النوبات. ها. ها. اللي عاونك. ها مريم. ها اللي هذا المرأة ما يكون عندها العيال ما. أنت دابا العشية دخل العيلة بحالها. دخل بحالها. صافي اخوتي دابا كما شفتوا العشيه غنخلي نكمل ان شاء الله داخل اللي فينا. ها فينا نارد كاس العالم هذا بدو في اللي عنده بحال وهذا واقيلي نمشي. شي نجيبو شي نجيبو اجي قوز عليه. صافي يلا سير. الله نعم تلتا كيف ليكو عندنا في العشيه مزيان والقمر راه هو ماشي. انت باقي الكريك؟ ها انت باقي الكريك وقيتلم في الفورمي الحلو. ايوا ما كتبش. ما بقيتش بكري، الوقت يداهمك. اه. الجاج طلع بيت ورايا طلع بيت، كامل بربطين عندي شي جوج. نمشي نطيحها من تما ما عجبتها شي تبقى تما. قلب حالي دابا لتما. هيا خوتي دخلت الفران دابا طيب. عندو دابا الشوكولاط بحال ما مريم ها هو باش نزوق به نص الحلوة ديالي. شوفو عبدو نعس هو القطة ديالو مسكين. نوض نوض راه القطيط ديالك نعس فوق منا عيط. يا
نافر صاحبي كريم. انا الحلوة ديالي هاي ساليت شي ياكل الزريعة شي حنا ناكل روينة وقعة في الدار. انتي شراكو انا ناكل الشوكولا سيدي. هاي الحلوة الشوكولات كلي هاي تشوفو اخو ديالي زواق تام الكوكو مليون. هادي هي الحلوة ديال البق هادي ديال الكوفيتي هاي والكوك هادي عملتها في الشوكولات ولكم هانتوما خرجوا لي اربعه د الاشكال اللي بانوا تما مع جينه وحده انا واحد الحلوه ديالي صافي نزل ديال الكاسرونه براك يا شتو الحلوه ديالي جات اخوتي يا سلام يعطيني الصحه دابا اهدايا ارا برا راحتكم حلويات كاينه كوفيته وهذا جيت شوكولات فيه عندك نزلو صغاري كانوا اللي حمقوا على اشياء كيف جات هاد الحلوه لحقها طريقه واعره انت شنو اختاريت انا هذه كحله جيت شوكولات انا عارفه عزيز عليك جيت شوكولات واش ناقصك كاملين ما عجبونيش شكون يعجبك هذه هذه جيت شوكولات وهذه ولي هذه صافي على حسب لا ما هذا ما عجبوني كامل مريم عجبوها كامل امنتينا عجبوها تاع انا عجبوني كامل صح دابا خوتي من بعد ما ساليت الحلوه نوض غادو يتوحلي ديك الفروج باش نقري العشاء ان شاء الله ونجمع شويه الدار نتوما عارفين العشيه ما تقول زايده في شي حلوه ولا حاجه الدار ترون شوفوا اخوتي العس ها القطه اخو عساس ولات ها هذا القط ابيض وراه القط اصفر العسه اخوتي العسه الكبيره عندنا هنا القطط ها الفرير ديالي حجيار الواد عبدو مسكين باقي حد ماشي للسوق طيب شحال الساعه تسعه تقريبا تسعه ونص تسعه الليل كاين نمشي في الوقت هذا نهار ثلاثة مشى بكري مع هذيك وقيلة السبع يا مشيت معطل هالصباح ماشي كما دائما مشيت السبعة راه كاين الدراري سبقني تما في الصباح ظهير سبقني يو دابا مسكين عيرجع وعيشدو القهوة وعيشدو شنو كاين ويجي وجبرني طيب تا العشا يا سلام تا 11 عاود جبرني ماجي 11 ولا 12 لا 11 انا دابا الليل طوال شوية الناس العشا صافي مشيو بحالي صافي هل الدنيا شتاب شنو هي هدايا؟ أنا نبقى مع ماما زي ما يبقى الراجل ضد الدار الطفل هذا الدار هو الراجل ضد الدار مريم مريم أختر مريم شنو هي؟ مريم على الحويني ها؟ مريم ديال الحويني مريم ديال العيال يلا مشي دخل لعندها شي طربعة مشي المهم اخوتي دابا انا وصلت للدار شوفي شحال الساعة 11:52 دليل هاهي شتي فوق قلتلكم كنتي في 12 دليل ها هي التليفون اللي تسالا من الصرج المهم نشوفو سلمى شنو عملتنا نشوفو سلمى شنو عملت ديك الفرجة وايفاش فاش تمت قالت حلفة بحلوفة تيت عشا هادا سلمى ماشي انا سلمى قالت لي دابا نوض الحوب دابا المهم الفريتاويات تقلات لنا ايوا صافي نعم ماشي نهدكو وسلمى عملنا التحليه الله يعطيها الصحه قبلتي لا اش قبلته انت في واحد الوضعيه لا يحق لك انت ان تظهري في الكاميرا اهدر من تما اهدر من تما شنو هذه يا سلمى هذه الفروي صافي تهلا فينا الله يعطيك الصحه
ما دمت المتابعه جابت ناس كذا الله يعطيها الخير الله يرحم الوالدين الله كذا مد التحليه قلبي المتابعين اه ولكن حنا نقول في الفروطه شكرا لي بزاف يمشيو لكل شيء هذا واحد صافي مشيت تبغي ديك البطاطا باش نحترق اه ماشي قادنا الفريد قادنا سيدي زميغو المهم اخوتي طاب ديك الفرج حطيته كامل هنايا التحليه ديالي هي ناقصه شي رايبي ولا شي حاجه ما كاينش غنزل هايدا قلت غناكلو الفروطه الفروطه اللهم قطع على مايده باش ياكلو حتى اليسارين ياكلوها البطاطا هي حمرت ماشي تحمرت حيتاش البطاطا دي اصلا تحمر صافي اخوتي دابا غنتعشاو والسلام عليكم تهلاو فراسكم الى فيديو جديد ان شاء الله.